السلام عليكم. احد الاصدقاء اللي بعت لنا على البرايفت اللي افتكرني ان انا ممكن اساعده في حاجة معينة، ولكن انا فعلا مش في ايديا حاجة ان انا اعرفه الحاجة دي بسبب ايه. الشخص اللي بعت لنا وقال ان يوميا بحلم بقط اسود، والقط الاسود ده كل يوم بيبقى في مكان شكل. مرة بيقول ان هو حلم بيه وهو في الشغل، مرة تاني بيقول حلم بيه قدام الحمام عنده في مدخل البيت، ومرة تاني بيقول ان هو في مدخل العمارة بتاعته برضه حلم بالقط ده، ومرة رابعة بيقول ان هو حلم بيه يعني في المجمل اماكن متعددة دايما القط الاسود ده بيصاحبه على طول. برضه الموضوع كان غريب بالنسبة لي شوية، لدرجة ان هو بيقول انا يوميا ما بحبش ان انا انام علشان ما احلمش بالقط الاسود ده. انا مش شيخ، وفي نفس الوقت مش مفسر احلام، وفي نفس الوقت مش طبيب نفسي، ولكن في المجمل انا معرفش برضو ناس كتير من الناس اللي هي بتعمل الحاجات اللي زي كده، او ان هي بتفسر الاحلام وخلافه. علشان كده اللي يعرف التفسير المنطقي لحاجة زي كده، سواء ديني او سواء مفسر احلام او سواء حتى طبيب نفسي، لان ممكن الحاجة دي كلها بتبقى حالة نفسية معينة، او اللي يعرف حاجة زي كده ياريت ان هو يبلغنا، على اساس ان الراجل ده بيتفرج علينا وممكن يبقى حد مننا فاهم الحاجة اللي زي كده. ولكن هو بيؤكد ان الحلم ده اللي بيراوده على طول، ولكن مش ايام كل يوم والتاني، ولكن على اوقات متفرقة، ولكن على الاقل خالص في الشهر بيقول ان هو بيحلم بالقط الاسود ده مش مرة واحدة، لا اكتر من 10 او 12 مرة في الشهر الواحد. هل في تفسير لحاجة زي كده ممكن حد يبقى عارفه، ولا العملية غريبة شوية؟ السلام عليكم.